السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم الطلاب الأعزاء في الصف الثاني المتوسط. أخذنا في الدرس السابق رسم الألف المقصورة والمنقوصة أو الاسم المقصور والمنقوص، وبالتأكيد كان هدفنا في هذا الدرس أن نتعرف على الاسم المقصور أولا ثم المنقوص ثم التفريق بينهما وأمثلة على كل منهما وإعراب أو حالات إعراب كل منهما، ومتى تحذف الياء من اسم المنقوص ومتى تبقى مكانها. اليوم مع الدرس الثاني في الوحدة الخامسة وهي قضايا الشباب، وهو الأسلوب اللغوي. في الأسلوب اللغوي درس خفيف جدا جدا، يعني لن نطول فيه كثيرا، بل إن شاء الله عز وجل سنقتصر على وقت قصير جدا. في الوحدة السابقة أخذنا أسلوب التمني، إذا أردنا أن نراجع معا، ولكن قبل ذلك يعني لابد أن نؤكد على الأهداف المرجوة في هذا الدرس وأسلوب الترجي. أن نعرف ماذا يعني الترجي، نأخذ أمثلة عليه ثم نفرق بينه وبين التمني، ثم نعرف أدوات أو الأداة المستخدمة في أسلوب الترجي. نعود إلى الخلف قليلا، إلى الوحدة السابقة أخذنا أسلوب التمني. من يتذكر منكم أو يذكر ما معنى التمني؟ يعني كأني أسمع أحدكم يقول هو تمني شيء مرغوب فيه، سواء كان تحققه ممكنا أو غير ممكن، هذا في التمني. وقلنا أن أسلوب التمني يبدأ بليت، ومثال عليه ليت الشباب يعود يوما. قلنا أن يتمنى المرء عودة الشباب فهذا أمر مستحيل، أو قد يتمنى الإنسان أمرا يحبه وممكن حدوثه لكنه مستبعد، مثل ما تمنى قوم الفقراء من قوم قارون عندما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، فهم تمنوا شيئا تحقق في الواقع لقارون لكنه مستبعد أن يتحقق له. إذن التمني تمني في شيء مستبعد أو مستحيل، ومن أدواته ليت. طيب أسلوب الترجي، أسلوب الترجي سهل جدا جدا بالمقارنة أو بالمقارنة مع أسلوب التمني. أسلوب التمني الترجي أن ترجو أو ترغب في حدوث شيء يعني مرغوب فيه طبعا. طيب هل يكون مثل التمني مستحيلا أو مستبعدا؟ لا، الترجي لا يكون إلا في الممكن. طيب لكي يعني تتضح الأمور نعرض الأمثلة الواردة في كتاب لغتي صفحة 145. أسلوب الترجي، الأمثلة أمامكم الآن، تبدأ بالعلة ثم بعضها يبدأ بليتة، والمطلوب منكم تصنيف الأمثلة إلى قسمين، أسلوب تمني وأسلوب ترجي. طبعا الذي سيحدد الاختيار هو الأداة، إما ليت وإما لعل. المثال الأول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هذا أسلوب تمني. أحسنتم، ما الذي دل على أنه تمني؟ أول شيء تمني شيء مستبعد أو مستحيل، والأداة ليت. كذلك لعل المسلمين يتعاونون، هل تعاون المسلمين ممكن ولا مستحيل؟ نعم ممكن، والأداة لعله هذه ترجي.
طيب ليت الموت لا يأخذ عزيزا، هذا شيء طبعا مستحيل، يعني أن الموت يعني يترك من يعني نحبهم. ليت الخاطر لا يتكدر، وطبعا من منا لا يتكدر خاطره ولا يتعكر، إذن هو تمني شيء مستحيل. ليت الشباب يعود يوما، يعني ولا يعود الشباب أبدا، لأنه من المستحيلات. لعل الشباب يصلح حاله، يعني يمكن حال الشباب ينصلح. إذا نقسم الأمثلة الآن إلى أسلوب تمن وأسلوب ترجي، هكذا يا ليت لنا هنا لعل. لو تلاحظوا معي ليت في التمني، والبقية لعل في الترجي. إذا نستطيع الآن أن نفرق بين الأسلوبين حتى لا أطيل عليكم. أسلوب التمني من أدواته ليت، طيب أسلوب الترجي من أدواته لعل، وفي أداة أخرى سنأخذها يعني بعد قليل. الاسم بعد ليت ولعل منصوب، ليت الموتى، لعل المسلمين، لعل الشباب، ليت الشباب، لأنها من أخوات إن، وإن تنصب المبتدأ وترفع عليه الخبر. طيب نلاحظ أن في التمني هو الرغبة في تحقيق شيء مستحيل أو مستبعد، أما في الترجي رغبة حدوث أو تحقق شيء ممكن حدوثه ولا يكون إلا في الممكن. طيب في الصفحة التالية أمثلة نحاكي الجمل الواردة في نصوص الوحدة، ونلاحظ الفرق بين التمني والترجي. المثال الأول: لعل الصعاب والعقبات هينة. لماذا قلنا الصعاب والعقبات؟ وهنا الواو حرف عطف، يعني تعطف منصوبا على منصوب. من يفكر؟ هنا الصعاب اسم لعل منصوب بالفتح، وعلامة نصب الفتح الظاهرة. طب هنا لماذا قال العقبات؟ لأن كلمة العقبات جمع مؤنث معطوفة على منصوب، فهي منصوبة، لكن جمع المؤنث ينصب علامة نصبه الكسرة. أحسنتم. طيب على غرار هذا المثال، لعل فراغ يدركونه، لعل يعني اذكر فئة معينة من الناس واعطي لهم أمنية تتحقق إن شاء الله. نقول لعل إيه؟ نعم، لعل الشباب، لعل المسلمين، لعل الرجال، لعل الطلاب، لعل المعلمين، أي مثال تأتون به صحيح. نعم، لعل الشباب يدركون قيمة العمل، إدراكهم لقيمة العمل شيء ممكن. طيب لعل النصر قريب، النصر اسم لعل منصوب وعلامة نصب الفتحة وقريب خبر. لعل المسلمين يتحدون أمام أعداء الأمة. هنا ما الدليل على أن هذا أسلوب ترجي؟ كلمة لعل. طيب هل في يعني علة أخرى؟ نعم، هو إمكانية حدوث هذا الاتحاد أمام أعداء الأمة. إذن يعني الملخص يا شباب أن الذي يتمنى شيئا يرغب في حدوثه أو ينتظره، هو يتمنى فقط أن يحدث، لكنه لا يأخذ بالأسباب ولا يسعى في تحقيقه. أما الذي يرجو شيئا يحبه، فهو يرجو ويعمل ويأخذ بالأسباب حتى يتحقق هذا الشيء. فإذا قلنا لعل الشباب يدركون قيمة العمل، فإن سعى الشباب في إدراك قيمة العمل واستغلوه، فهم تمنوا شيئا ممكنا. أما إذا تمنينا فقط شيئا مجردا من العمل والأخذ بالأسباب، فهذا شيء يطلق عليه التمني. طيب عسى الشباب أن يحققوا المؤمل منهم. هنا الأداة الأخرى في أسلوب الترجي، وهي كلمة إيه؟ عسى، وهي من أفعال المقاربة، ومن أخوات تعمل عمل كان، أو من أخوات كان التي ترفع المبتدأ وتنصب إيه؟ الخبر. تلاحظوا معي أن الاسم بعد عسى مرفوع، لأن هنا فعل ماضي ناقص مبني على
الفتح المقدرة، مثل الأفعال الناقصة اللي كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، من أخوات كاد. يأتي الاسم بعدها مرفوعا، اسم عسى مرفوعا. طيب على غرار هذا المثال، عسى الطلاب أن يدركوا أهمية المذاكرة. أحسنتم. طيب من يعني يذكر مثالا آخرا يصوغه من نفسه على نفس الغرار، على نفس هذا المثال؟ عسى الطلاب، عسى الرجال، عسى النساء، عسى الأمة، عسى المعلمين، أي شيء، عسى المعلمون طبعا. نقول مثلا عسى المعلمون أن يشرحوا للطلاب شرحا وافيا. عسى الآباء أن يدركوا مثلا أهمية المستقبل لأبنائهم. الأمثلة كثيرة. عسى الشباب أن يدركوا مضرة السهر. في هذا النموذج الأخير أو المخطط يعرفك ما معنى الترجي والأدوات التي تستخدم فيه. طيب هنا الترجي هو أسلوب، تعرفه إيه؟ انتظار حصول أمر مرغوب فيه وميسور التحقق. سهل يعني، ولا يكون إلا في إيه؟ هل يكون في المستحيل أم في الممكن؟ أحسنتم، نعم في الممكن. إذا وبكل بساطة هذه أدوات الإيه؟ الترجي، لعل وعسى وتعريفه، انتظار حصول أمر مرغوب فيه وميسور التحقق، ولا يكون إلا في الممكن. وبهذا القدر البسيط يتبين لنا الفرق بين أسلوب الترجي وأسلوب التمني، أن التمني في المستحيل والمستبعد، والترجي يكون في الممكن. أسلوب التمني من أدواته ليت، أسلوب الترجي من أدواته لعل وعسى. الاسم بعد ليت منصوب، الاسم بعد لعل منصوب، الاسم بعد عسى يكون مرفوعا. تعريف التمني هو تمني حصول شيء مرغوب فيه، سواء كان ممكنا أو غير ممكن، يعني في ممكن يعني مستبعدا. أما الترجي هو انتظار حصول أمر مرغوب فيه وسهل أن يتحقق، ولا يكون ذلك إلا إيه؟ في الممكن. وهذه أمثلة أمامكم. أسأل الله عز وجل أن يعني يعلمكم وأن يفهمكم، أن يعلمكم كما علم آدم، وأن يفهمكم كما فهم سليمان. وأشكركم، وإن شاء الله عز وجل في الحصة القادمة نراجع الدرسين